بسم الله الرحمن الرحيم. بننتقل الآن مع برنامج المحاسبة عن عمليات الاندماج والتصفية لطلبة MBA المرحلة الرابعة أو الترم الرابع. الموضوع بتاعنا بيتمثل في مجموعة من المعايير الخاصة بعمليات الاندماج، مثل معيار الاستثمار في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة، المعيار المصري 18 والدولي 28، المعيار الثاني الترتيبات المشتركة، المعيار المصري 43 IFRS 11، اندماج شركات الأعمال، اندماج شركات الأعمال، معيار عرض القوائم المالية، معيار القوائم المالية المستقلة، معيار القوائم المالية المجمعة، معيار القوائم المالية المستقلة، مع مراعاة ان احنا سنتولى دراسة هذا الموضوع من خلال مجموعة من الأمثلة التحليلية ومرفق به مجموعة من التمارين التي تم حلها بطريقة تتناسب مع مجموعة المعايير الدولية.